طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادس فرع جودة، حياكم الله في أمسية ثقافية وأمسية علمية جديدة، وهو مع سفير جودة مستشار من أحد مستشاري البرنامج الوطني لفرع الجودة، وحقيقة من نفخر بهم للانضمام لهذا البرنامج، الدكتور مبارك بن هادي القحطاني، أستاذ مشارك بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، يشغل حاليا عميدا لعمادة التطوير والجودة بالجامعة. ما شاء الله تبارك الله، حصل على درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية تعليم اللغة من مساعد الحاسوب من الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الدكتوراه أخرى في فلسفة التعليم العالي تقنية المعلومات والاتصالات من اسكتلندا. له العديد من التراجم، ما شاء الله تبارك الله، عديد من الكتب التي ترجمها سواء كان منفردا او بمشاركه. وايضا ضيفنا اليوم سفير الجوده الدكتور مبارك، له صوله كبيره جدا في مجال الجوده والاعتماد الاكاديمي، فقد حصل سعادتي على العديد من الدورات في هذا المجال، فهو مقيم معتمد للجوده، وايضا طبعا للمعتمد الجوده بجامعه الملك سعود، قاد برامج المراجعين الداخليين، مقيم معتمد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي. ما شاء الله تبارك الله، له العديد من الدورات التدريبيه التي اخذها في على سبيل المثال سيكس سيجما، الكايزن، يعمل مستشارا لعدد من الجهات الاكاديميه والحكوميه. ما ودي اطيل عليكم، ولا ودي اطيل على ضيفنا اليوم، حقيقه لم تعرفوه، اليوم كان اخر دوام رسمي للموظفين الحكومه، فقد يكون دوام مرهقا، البعض منا كان يعني يتوقع ان انتهى من دوامه بعد 4:30 عصر اليوم الى 5، فما ودنا حقيقه نطيل. الدكتور ان شاء الله وعدنا ب ايضا دورات متقدمه ولقاءات متقدمه ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. اللقاء اليوم حيكون عباره عن سرد تاريخي موجز من سعادته، حيقدم لنا نبذه بسيطه عن الجوده، وش المستقبل حقها ان شاء الله، يعني في كلمات بسيطه اخويه، لن تكون محاضره علميه بقدر ما هي اخويه وتبادل ونقل المعرفه. وكما اتفقنا سابقا ان جميع سفراء الجوده المستشارين في برنامج الوطني لسفراء الجوده سوف يثرون المجتمع سفراء الجوده بعصاره افكارهم، بملخص كبير جدا عن مسيرتهم التاريخيه في مجال الجوده. لن اطيل عليكم، الان المايك مع سفير الجوده المستشار الدكتور مبارك، ومعك المايك دكتور مبارك. السلام على رسول تحتاج الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا جزيلا مهندس خالد على التقديم الجميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لتقديم ما يحوز على رضا الأخوة والأخوات الذين تعشموا فينا حضور هذه المحاضرة في آخر يوم وبداية إجازة، ومثل ما قلت بعضنا لم يخرج من الدوام إلا ربما 4:30 أو 5، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء إن شاء الله خفيف. هل صوتي واضح مهندس خالد؟ مهندس الصوت فيه بعض التقطيع دكتور مبارك. طيب كيف الآن؟ كيف الوضع الآن؟ الصوت فيه بعض التقطيع. الآن تمام، الآن واضح. الآن تمام؟ طيب أنا أولاً مثل ما قلت الآن تمام. أشكرك مهندس خالد، وأشكر الزملاء الكرام في الخطة الوطنية والخطة الوطنية للجودة، الاستراتيجية الوطنية للجودة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنكم جميعا يعني عند حسن الظن. اليوم مثل ما قلت سيكون سرد تاريخي وتصور مستقبلي، وربما نحن نتكلم عن الجودة لكني سأحدد أو سأتحدث بشكل أدق عن الجودة الأكاديمية في المملكة العربية السعودية. سيكون طرح مثل ما قلت هو قصصي، ربما خفيف في آخر يوم في الدوام في بداية إجازة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه إن شاء الله الفائدة للحضور الكرام. سأتحدث ربما لمدة 40 إلى 45 دقيقة، ثم سأعطي الزملاء الكرام الموجودين إن كان لدي أحد من الزملاء أو الزميلات أي مداخلات أو أسئلة أو ربما حتى تعليق، فهذا مما يثري، فليس من يعني الأدب أن يعني أتحدث ثم ألقي كل ما لدي ثم أخرج. الأجمل أن نسمع من الجميع لعل هناك بعض المرئيات لدى الزملاء الكرام. مثل ما قدم الزميل الكريم، طبعا اخوكم مبارك القحطاني، انا عميد عماده التطوير والجوده بجامعه الملك سعود وسفير جوده مستشار، ولي فتره في الجوده، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم فيها للعمل الصالح. طبعا تخصصي الاساسي هي اللغويات التطبيقيه، وايضا كذلك في فلسفه التعليم العالي خصوصا في تقنيات التعليم والاتصال.
سأتحدث إن شاء الله تعالى بشكل مبسط عن مراحل تطور الجودة عالمياً، ثم سأنظر إلى منظور تاريخي للجودة في المملكة العربية السعودية. سأتطرق إلى مفاهيم سريعة للجودة لكي نكون كلنا تقريباً على نفس المستوى من يعني عندما تسمعون مني كلمات تعرفون ماذا أقصد فيها. ثم سننظر إلى تاريخ الجودة الأكاديمية أيضا في المملكة العربية السعودية. في البداية سأتعرض إلى تاريخ الجودة بشكل عام في المملكة، ثم سأتعرض إلى الجودة الأكاديمية. سنتحدث عن الاعتماد الأكاديمي، وليش الجامعات عندنا في السعودية تبحث عن الاعتماد، وكيف يمكن أن تقاس الجودة. ثم أيضا سأتحدث لكم إن شاء الله تعالى عن تطور صار عندنا في الاعتماد الأكاديمي في السعودية. كانت بدأت في فترة معينة ثم صار فيها تطوير، وليش صار هالتطوير. ثم سأحاول أن أقارن معايير الاعتماد البرامجي عندنا والمؤسسي في المملكة مع دولتين اخترتها وهي مصر وأمريكا، كما نسميه مقارنة مرجعية، لنعرف أين نحن في اعتمادنا الأكاديمي في السعودية من الممارسات العالمية. ثم سأضع مما قال أخوي خالد قبل شوي، قال أنه سيضعنا وين التصور المستقبلي وين الجودة رايحة فيه. للأمانة أتمنى أن يكون عندي مثل ما يقال فيه ما أدري إيش يسمونها، العنقاء ولا الطير اللي يخبرنا وين المستقبل فيه، ولا الكريستال بول هذا اللي يقولون عليها تمسح عليه وتشوف المستقبل، لكن لعلنا نضع تصورات المستقبل ونرى كيف أنه مستقبل الجودة، خصوصا الجودة الأكاديمية مثل ما قلت في المملكة العربية السعودية إلى أين يتجه، خصوصا بعد تأثيرات جائحة كورونا. وآخر شيء سأسمح إن كان في مداخلات لدى الزملاء أو سؤال، وسأترك لزميلي المهندس بندر جزاه الله خير، والمهندس أيضا خالد إن كانوا يريدون سواء بالسؤال أو بالصوت بحسب ما يريدون من الزملاء المشاركين. فعلى بركة الله، تطور الجودة التاريخي، لعلي أعطيكم هذه الصورة، وللأمانة فأنا اقتبست هذه الصورة من موقع المنظمة الأمريكية للجودة، وهي تنظر او تعطي يعني مسار تاريخي مثل ما ترون للجوده وتطور الجوده بشكل عام. في القرن الثالث عشر تقريبا كانت الجوده هي عباره عن اللي نسميها كرافتسمانشيب، اللي هي قضيه الحرفيه والمهنيه. طبعا الحرفيه والمهنيه مثل ما قلنا كانت تعتمد على قضيه ان كل صناعه او كل حرفه لها مجتمع معين، والمجتمع المعين هذا هو اللي يضع يعني مثل ما يقال معايير جودة هذه الحرفة. ولذلك نعرف سوق الزل، سوق البشوت، سوق، معناه أن هذا كوميونتي معين تتم فيه عمليات صناعية معينة وتتم فيه عمليات معينة أيا كانت هذه العمليات، وهم اللي يقيسون الجودة، ولذلك الجودة لا تزال عندهم، أو هم أهل الجودة أو أهل حرفية الجودة. تقريبا من القرن الثالث عشر إلى التاسع عشر كانت هذه تقريبا هي أنها الحرف، وأنها تتوارث من جيل إلى جيل، وأنهم هم اللي يعرفون الستاندرد. ولذلك نجي ونقول بشت حساوي، ولا دله مش عارف سوريه، ولا شيء من هالقبيل، لانهم هم اهل الحرفه وتتوارث فيها. اسمحوا لي بستخدم امثله بسيطه وكذا، على اساس ان مثل ما قلنا هو حوار اكثر من انه طرح علمي دقيق. جاءت في القرن التاسع عشر طبعا الاندستريال ريفولوشن، اللي هي الثوره الصناعيه اللي عندما بدات في اوروبا، وبدأ عندنا شيء يسمونه الفاكتوري سيستم، نظام الصناعي، نظام انه فيه مصنع، في مصنع هنا، في مصنع هنا، في مصنع هنا، في مصنع. وبدأت عندنا اول شغلات اللي نسميها الاوديتنج او التدقيق الداخلي، انه يكون في المصنع تدقيق داخلي. بدأت هذه في اوائل القرن التاسع عشر، وطبعا بدأت للامانه في اوروبا وخصوصا في بريطانيا، ثم انتشرت الى امريكا لاحقا. تقريبا في برضه في القرن التاسع عشر بدأت في امريكا ما يسمى بالتيلر سيستم، او هو تايلر، جوزيف تايلر تقريبا هو الشخص المنظم لها. وهذه في الفتره ذيك، لان امريكا كانت تحاول انها تندفع في الصناعه وتطغى على اوروبا وغيرها، كانت عندهم الكوانتيتي اوفر كواليتي، كان المهم ان احنا الماس برودكشن، ان احنا ننتج اكثر شيء ممكن، والجوده ربما ينظر لها الى انها شيء ثانوي. ولذلك كانت الجوده ربما تصير فيها مشاكل في ذيك الفتره، لان الجوده ما كانت بالحرفيه الممتازه، كانت بالعكس، كانت تقريبا في بداية القرن التاسع عشر الجودة مهملة تماما، يمكن في الصناعة الأمريكية. في القرن العشرين تقريبا بدأت ما يسمى طبعا في نفس اللي يسمونها السامبلنج انسبكشن، كانت الجودة تقاس في هذه المصانع. بدأت عمليات اللي هو اختيار عينات معينة من المصانع لقياس الجودة، ولذلك كان عندنا مصنع سيارات يختار سيارة واحدة ويقاس من خلالها جودة المصنع نفسه، اللي يسمونها السامبلنج انسبكشن. هذه ايضا كذلك بدات في تقريبا في حوالي الحرب العالميه الثانيه، لما بدات الصناعات العسكريه يعني تزداد بسبب الحرب.
في بداية القرن العشرين بدأت الناس تتحدث عن البروسيس والبرودكت، بدأت الناس تتحدث عن أن فيه ما في 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 جو أو في عمل يتم عبارة عن مراحل معينة وينتج من خلالها منتج، وهل إحنا نقيس العمليات اللي تتم البروسيسز هذه ولا يهمنا جودة المنتج نفسه، هل جودة العملية مهمة ولا جودة المنتج مهمة؟ وطبعا بالتأكيد كلاهما مهم، لكن كانت هذه الفترة ربما ينظر عن البرودكت أهم من البروسيس في ذيك الوقت، أن المنتج أهم من العملية نفسها. وطلعت شغلة يسمونها الكنترول تشارت، وإلى الآن لا تزال موجودة الكنترول تشارت. بالمناسبة لما نجي ونقول أن هذه مثلا تطور الجودة التاريخية، ترى لا يعني أنها انقطعت مثلا الجودة هذه أو هذا الأسلوب من الجودة أنه خلاص انتهى بنهاية هذه الفترة، لا هو لا يزال مستمر، لكن كان أو كان الأكبر والأكثر شهرة هو اللي أنا أتحدث عنه الآن. طبعا بدأت اللي هي مثل ما يقال اللي يسمونه statistical quality control، اللي هو قضية أن قياس الجودة بناء على الأرقام، عدد المنتجات مثلا اللي تخرج من المصنع، كم فيها فيها مشاكل وكم اللي جيدة فيها، ولذلك بدأنا نتكلم عن statistics، الأرقام كإحصاءات في الجودة اللي هي الـ SQC. بدأت بعدها الدمن سايكل، واعذروني ايضا برضه كذلك تروني بمر على بعض المصطلحات مثل ما يقال من المصطلح لن اتعمق فيها، لان مثل ما قلت معظم المصطلحات هذه تحتاج الى محاضرات، وان شاء الله تعالى انا اطال الله في العمر وان شاء الله لعلنا نجتمع ان شاء الله في محاضرات قادمه. طلع عندنا الدمنج، وما الدمنج في بدايات القرن العشرين اللي هي الدمنج سايكل اللي كنا نتكلم عنها الان، اللي هي البدكا بلان دو اكت وتشيك، وكيف ان عمليه الجوده هي عمليه مستمره، ودائرة الجودة اللي نتكلم عنها وغلق دائرة الجودة ومثل هذه المصطلحات. تقريبا في ذيك الوقت كانت اليابان هي الأكثر صراحة شهرة في عمليات الجودة برضه، أيضا مع أن أمريكا كانت تبدأ يعني بدأت فيها الجودة بشكل قوي، لأن اليابان كانت لا تزال هي الشيء الأساسي، ولذلك دمنج وجوران وهالأشياء كلهم راحوا إلى بريطانيا أو إلى اليابان، لأن كانت اليابان متقدمة صناعيا وكانت هي بالفعل فيها الجودة أكثر شهرة. بدأنا نتكلم في تقريبا في القرن العشرين عن اللي نسميها توتال كواليتي مانجمنت تي كيو ام، إن كيف إنه ينظر إلى عملية الجودة إنها عملية تكاملية، عملية كاملة، ما في شيء اسمه بروسيس ولا برودكت ولا شيء، هي عملية كاملة من البداية إلى النهاية، وأيضا سايكل مستمر يجب أن يتبع. وطلعت عمليات الآيز، وبدأنا في 87 تقريبا إن تطلع عندنا ستاندرد والمعايير والمعايرة، وبدأت تطلع عندنا الآيز بمختلف أنواعها، وبدأت تطلع عندنا ايضا شغله اللي نسميها البالدرج، اللي هي كان وزير الخزانه الامريكي في وقتها طلع بقضيه اللي هو الناشونال كواليتي بروجرام، كيف ان فيه جائزه عالميه للجوده سموها باسمه اللي هو بالدرج فاونديشن، الى الان لا تزال موجوده. وطلع ايضا كذلك بمفهوم للجوده اللي هو مفهوم البروسيسز والريزلتس، واحيانا يسمونها الانبوت والاوتبوت، ومثل مثل هالمصطلحات. بعدها بدأت في القرن العشرين صراحه، والقرن 21 بدأت الجوده تطغى بشكل كبير جدا وتنتشر، ولعلي ما اطيل عليكم في شرح الكلام اللي انا كتبته في الاخير هذا اللي هو البيوند كواليتي مانجمنت، الا ان الاساس فيها اللي ودي اكد عليه في هالنقطه بالذات ان نتحدث الليله عن الجوده الاكاديميه، ان الجوده هذه كانت في الصناعه اكثر وضوحا، ربما في التجاره، ربما في بدات تدخل هنا في القطاع الصحي، بدانا ندخل في القطاع مثلا القطاعات الاخرى مختلف القطاعات الى القطاع التربوي ولا الاكاديمي اللي هو محور حديثنا الليله. وللامانه تعتبر الجوده دخولها في القطاع الاكاديمي من ربما من الاحدث ان قلنا في القطاعات اللي دخلت فيها الجوده. نتكلم طبعا نسبه وتناسب. طبعا القرن ال 21 بدانا الان ندخل ايضا في موجه جديده في اللي يسمونها الفور كواليتي 4.0، اللي هي حكاية أن الجودة الآن وأتمتت عمليات الجودة، وكيف أن الجودة الآن يتم فيها التقنية بالذات كيف تأثيرها الكبير على الجودة، وكيف أن المفاهيم الصناعية الآن من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة كيف بدأت الآن تطغى في عمليات الجودة. وهنا أنصح بالقراءة لمثل من الزملاء الكرام للبروفيسور محمد زائري شفاه الله وعافاه، وبعض الزملاء اللي كتبوا في Quality 4.0. هذا منظور عالمي، واسمحوا لي ايضا برضه انه مثل ما قلت سامر على القشور لن نتعمق، لان التعمق يحتاج الى محاضرات طويله. المسيره التاريخيه للجوده في المملكه العربيه السعوديه بدات مثل ما ترون في هذا الشكل، واللي اقتبسته من اظن عرض مقدم من الدكتور عايض العمري اذا ما كنت غلطان حيث وجدت هذه المعلومه. بدات تقريبا في 1972 عندما انشات الهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده،
وبدأنا نتكلم عن شيء اسمه المركز الوطني. طبعا كانت المعايرة هي الأساس فيها، أن عندنا معايير معينة لكل منتج، لابد أن المنتج يحصل على هذه المعايير أو يطابق هذه المعايير على أساس يحصل على علامة الجودة. ولذلك كانت عندنا 72 بدايتنا، 86 بدأنا نتكلم عن المركز الوطني للقياس والمعايرة، بدأت عندنا في 87 اللي هي ختم الجودة اللي نتكلم عنه، ثم المجلس السعودي للجودة وهو جهد تطوعي تشاركي، ربما هو مثل ما يقال القوة الدافعة وراء انتشار الجودة في المملكة العربية السعودية كمفهوم وكمصطلح وكممارسة. بدأت عندنا جائزة الملك عبد العزيز للجودة في عام 2000، واسمحوا لي أن أرجع أقول لكم أن جائزة الملك عبد العزيز ومعظم عمليات الجودة اللي تمت عندنا في السعودية تأثرت كثيرا بمفهوم مالكوم بالدريدج اللي قبل شوي تكلمت عنه، اللي كان وزير الخزانة الأمريكي السابق، ومفهومه في الجودة أن الجودة تقاس عبارة عن processes و results، وأنها عبارة عن عمليات ومخرج أو منتج. ولذلك كانت هذه الفلسفة اللي لما تيجي ترى معايير مثلا جائزة الملك عبد العزيز للجودة أو ترى حتى معايير الاعتماد الأكاديمي عندنا في المملكة العربية السعودية، تجد أنها تنظر العملية على أنها عملية processes و results. بعدها طبعا بدأت في 2004 اللجنة السعودية للاعتماد، ومؤخرا عندنا الحمد لله الآن مركز الاعتمادات الوطني أو لقودة الدكتور عادل القعيد ومجموعة معه، وهذا إن شاء الله تعالى لعله ينشط في عمليات الاعتماد بشكل عام في المملكة. أول مؤتمر للجودة كان في عام 2004، وبعد كذا المجموعة السعودية للجودة بدأت في 2012، وفي أيضا كذلك جهود كثيرة، ثم طلعت لنا في 2013 الرؤية الوطنية للجودة، وأكيد أنه بإذن الله تعالى الدكتور أو المهندس خالد والزملاء الكرام في الاستراتيجية الوطنية للجودة يبي يتكلمون عن الرؤية الوطنية للجودة والاستراتيجية وكيف أنها تقود أو انتشار عمليات الجودة في قطاعات المملكة المختلفة. قبلها في طبعا في الوسط فيه شيء مهم جدا حدث في 2016 تقريبا، وهي رؤية المملكة 2030. والحقيقة أنها رؤية لم يكن للمملكة العربية السعودية رؤية استراتيجية بالمعنى الاستراتيجي اللي كلها رؤية ورسالة وأهداف ومبادرات تحقق الأهداف وبرامج للرؤية، والبرامج هذه تقاس بمؤشرات أداء معينة، وكل جهة في المملكة يسند لها مجموعة مؤشرات أداء تحققها وتحاسب على مدى تحقيقها المؤشرات الأداء هذه. لم يكن عندنا التخطيط الاستراتيجي بهالكفاءة صراحة من قبل، ولذلك يعزى للرؤية أنها هي العراب اللي فعلا أثارت عملية الجودة بشكل كبير في المملكة من خلال دعمها للتخطيط الاستراتيجي ومثل ما قلت مؤشرات الأداء وغيرها. هذا تقريبا مثل ما قلت منظور تاريخي عالمي، منظور تاريخي سعودي عن الجودة بشكل عام. لكن الآن بمر بس على 3 أو 4 تعاريف رئيسية على أساس لما أتكلم عنها تعرفون بالضبط وش أنا أقصد فيها، بالذات خصوصا في المواضيع القادمة أو في الشرائح القادمة. طبعا الجودة لها تعاريف لا تنتهي، يعني الحالة حصر تعاريف الجودة يحتاج لها إلى محاضرة في حد ذاتها، لكن أنا رأيت تعريفين بسيطة جازت لي بالحيل. تعريف جيران طبعا اللي هو يقول المناسبة للغرض، إن الجودة هي مناسبة للغرض، يعني إن الشيء مناسب للشيء اللي هو مخصص له أو محدد له. والشغلة الثانية هي المطابقة للاحتياجات. طبعا عندنا في المفهوم الأكاديمي عندنا دائما خلط بين قضية الجودة وبين قضية الاعتماد، وللأسف أحيانا يجي الاعتماد قبل الجودة، وإحنا نقول لا، إن الجودة هي محصلتها الاعتماد. وطبعا هذا في يعني ما تحتاج الخبراء من امثالكم ما تحتاج تشرح لهم مثل هذه الافكار، لكن للاسف ما لا تزال تخلط عندنا قضايا الاعتماد والجوده، ونحن نقول ان الجوده وضبط الجوده وعمليات الجوده ترى عمليه تقود الى الاعتماد، لكن الاعتماد ليس في حد ذاته جوده، الاعتماد ليس في حد ذاته جوده. ولذلك كثير من المؤسسات اللي تطمح في الحصول على شهادات اعتماد نقول لها ترى حصولك على شهادات الاعتماد شيء، لكن ترى ضبطك للجوده شيء اخر. فهذا مهم جدا، ولذلك انا كتبت المناسبه للغرض اللي انا اتوقع انها ربما تصير هي الجوده، لكن المطابقه للاحتياجات ربما انها تصير هي تقريبا والله اعلم الاعتماد. وجدت تعريف تربوي في احد ملفات هيئه تقويم التعليم، صراحه جاز التعريف شويه، يعني جلست وقفت كده قدامه بنوع من الاستفسار، ويقول عمليه مستمره تضمن تقييم المعايير المتفق عليها ومن ثم انجاز المحتوى والنتائج بمستوى عالي الجوده. لاحظوا ان المعايير سبقت الجوده، اللي احنا قلنا الاعتماد سبق الجوده، وانا ما ارى والله اعلم انه بالعكس، انه المفترض انه يتم الجوده قبل ثم الحصول على او ضبط المعايير او مطابقه المعايير ثم الحصول على الاعتماد، هذا امر يعني تحصيلي.
الكواليتي اشورنس ايضا مفهوم كبير جدا في كل مفاهيم الجوده. طبعا هي الطرق اللي تتبعها المؤسسه انها تبي تتاكد من جوده تطبيق العمليات التعليميه داخلها. ولذلك عندنا في الجامعات السعوديه نقول لابد ان يكون عند كل جامعه شيء نسميه كواليتي اشورنس، كواليتي كنترول، كواليتي انهانسمنت، وكواليتي اسسمنت. كواليتي اشورنس هو انه يكون عندها طريقه او اليه او خطه او منتج الكتروني تضمن من خلالها انها بدرجه انها تتاكد انها بالفعل ان تطبيق العمليه التعليميه فيها انه يكون بشكل جيد وانه يتم التحسين المستمر. كواليتي كنترول هي الاجراءات نفسها. وش الاجراءات؟ هل هي مثلا في اجراءات مكتوبه؟ هل هي اجراءات متبعه؟ هل هي مطبقه؟ هل فعلا فيها ريبورتنج للناس اللي لديهم السلطه والصلاحيه على اساس انهم يتاكدون يضبطون الجوده في المؤسسه التعليميه اللي تتبعهم او اللي هم يشتغلون فيها. الكواليتي انهانسمنت هي انت شو الشيء اللي تحسنه، شو اللي تغيره على اساس انه بالفعل انك بناء على الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول انت فعلا حسنت على اساس انك فعلا تتطور وتتجدد انه في فعلا تحسين في العمليه. الكواليتي اسسمنت هي مثل ما تعرفون هي اخر محصله الكواليتيز، وهي انه بالفعل انك انت في الاخير انت تقيم عملك في الجوده وانه يكون في تقييم لعمليه الجوده. والكواليتي اسسمنت عندنا في السعوديه مستنده مثل ما قلت لهيئه تقويم التعليم، وطبعا عندهم ناس اسسرز. واحنا مثلا وهذه ان شاء الله لعلها موضوع محاضره قادمه في جامعه الملك سعود اللي في يوم من الايام استعرض لكم كيف بنينا نظام الجوده الداخلي عندنا في الجامعه، وكيف حلقه اللي نسميها احنا اللي تضبط ان احنا بالفعل نتاكد ان عمليه الجوده قائمه وشغاله عن طريق ناس اسسرز. وعندنا شيء نسميه البورد اوف اسسرز اللي هم مجلس المراجعين المعتمدين اللي هم يقيمون عملية الجودة داخل الجامعة قبل ما نسمح للجهات الأخرى أنها تجي وتقيم عملياتنا من الخارج. الاعتماد هو مثل ما قلتم نتيجة المراجعة لبرنامج أكاديمي أو لمؤسسة ونتأكد أنها مطابقة للمعايير. وآخر شيء الريفيو هو عملية المراجعة المستمرة. ولذلك إن شاء الله تعالى نتحدث في يوم من الأيام عن طريقة جامعة الملك سعود في ضبط عمليات الجودة، ودور البورد أوف أسيسرز هو عمليات مراجعة ريفيو سيستماتيك ريفيو نسميها، يعني مراجعة مستمرة. وأحيانا ربما تكون أكسيدنتال ولا تكون شيء عشوائي ومفاجئ على أساس أن نضمن عمليات الجودة تتم بشكل مستمر. طبعا هذا الصورة بي 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 أو هذه المصطلحات يهمني أنها تكون مفهومة بيننا، لأن هذه المصطلحات موجودة بشكل واضح جدا في الصناعة، موجودة في الصحة، موجودة في الزراعة، موجودة في الخدمات الصحية. وأيضا كذلك يهمنا أن نعرف أنها أيضا مطبقة في العملية التعليمية وفي الجودة الأكاديمية بشكل واضح جدا وبنفس المنطلق تقريبا وبنفس المنطق. هذه بعد ما استعرضنا، الآن سأعطيكم منظور تاريخي. طبعا أنا قبل شوي أعطيت المنظور التاريخي الدولي، منظور التاريخي للجودة على مستوى المملكة، الآن منظور الجودة الأكاديمية في المملكة وتطورها. إلى 2005 2006 تقريبا ما كان عندنا في المملكة العربية السعودية أي جهة تقوم بعمليات لا الاعتماد الأكاديمي ولا ضبط الجودة، لا في الجامعات ولا في المدارس إلى 2005. في 2005 وزارة التعليم العالي وقتها قبل أن تدمج مع وزارة التعليم، كان في وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم دمجت مؤخرا صارت، طبعا كانت وزارة التعليم العالي في وقتها كانت هي المسؤولة عن التعليم العالي في المملكة. ولذلك أنشأت شيء سمتها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اللي هو NCAA National Council for Accreditation Assessment and Accreditation تقريبا، والله ما أسويش الأي الأخيرة له، لكن عموما هذا هو NCAA. هذا NCAA أنشأ، طبعا كانت فكرة NCAA أول ما بدأت هو أنه مركز في وزارة التعليم العالي يدعم كل جامعة ومؤسسة أنها هي تبني نظام جودة داخلي من خلال تقوم بعمليات الجودة، بعمليات ضبط الجودة Quality Assurance وQuality Control يكون عندها، بينما المركز فقط كل اللي عليه هو Quality Assessment، هو أنه يجي فقط ويقيم عمليات الجودة بناء على معايير متفق عليها سلفا، ويعطي المؤسسة يا أنها معتمدة، إذا كانت معتمدة تمام كاملا يسميها معتمد كامل، إذا لا والله عندها بعض الملاحظات يعطيها اعتماد مشروط، وإذا لا قدر الله ما وفت بالمعايير هذه يسمى رفض الاعتماد. طبعا كانت هذه الفلسفة بدأت تشتغل عليها المركز تقريبا من 2004 2006 إلى 2010 لما بدأت عمليات الاعتماد. طبعا 2006 إلى 2010 بدأت بعض الجامعات في بناء أنظمة جودة خاصة فيها، ومنها جامعة الملك سعود. ولعل إن شاء الله مثل ما قلت في يوم من الأيام يكون هذه موضوع حلقة مختلفة عن نظام جودة جامعة الملك سعود، بينما بعض الجامعات الأخرى لا، ما بنت للأسف أنظمة الاعتماد، ولذلك في تباين بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة عندنا في عمليات الاعتماد. لما جت 2010 بدأت عمليات الاعتماد، بدأت الهيئة أو عفوا المركز، لا زال المركز إلى وقته لا زالت بدأ في زيارات الجامعات واعتمادها، وكانت جامعة الملك سعود أول جامعة سعودية يعترف فيها، وتلتها بعض الجامعات السعودية
إلى أن بعضها ما اعتمد إلا مؤخرا، ربما آخر جامعة اعتمدت قبل أقل من سنة تقريبا، 2010 تقريبا و2000 إلى 2017 بدأت تتشكل عندنا شيء يسمونه هيئة تقويم التعليم، وهو جهاز أسند له بحسب نظام المملكة عمليات تقويم، ليس الاعتماد فقط في الجامعات إنما اعتماد التعليم كاملا. فأنشأ 4 مراكز، الـ NCAA لقيادة أو لضمان الاعتماد في الجامعات السعودية، أنشأ مركز تميز لضمان الاعتماد في المدارس، أنشأ مركز اسمه مركز مسار لضمان الاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني، وأنشأ مركز آخر طبعا للدراسات والأبحاث، وأيضا كذلك الهدف منه الفكر بأن 3 أساسيات من عملية الاعتماد تقوم عندنا في المملكة، وأيضا كذلك أن يكون عندنا اعتماد دولي أيضا عبارة عن مؤسسة مستقلة، وأيضا كذلك يتم فيها التصنيف السعودي. طبعا لا يزال الفرع الرابع تقريبا إلى الآن ما بعد رأى النور بشكل واضح، لكن هذا تقريبا الآن 3 المراكز الرئيسية في هيئة تقويم التعليم. لما بدأت الهيئة في عملها، بدأت على المعايير اللي بدأت عليها لأول مرة، ثم بدأت في 2017 في مراجعة بعض عملياتها وتطويرها، وإن شاء الله تعالى سأمر عليها بعد قليل في بعض الشرائح وتحدث ليش تم هذا التطوير وش اللي صار فيه. في 2020 مع الجائحة بدأنا في التفكير في عملية تكامل الاعتماد والتصنيف والتقويم والتحول لمفاهيم الجيل الرابع للجودة، اللي هو قضية باختصار أتمتة عمليات الجودة. يعني وللأمانة بعض الجامعات الحمد لله لما بدأت عمليات الاعتماد فيها بدأت أيضا في بناء أنظمة جودة إلكترونية لها، وبعض الجامعات تقدمت وبعض الجامعات لا تزال العملية فيها تباين بين مختلف جامعاتنا السعودية، لكن في حراك جيد في هذا الاتجاه في شأن أتمتة عمليات الجودة، ولذلك خرج عندنا برامج زي إتقان، وبرامج زي جدير في جامعة الأميرة نوره، وبرامج زي قصد في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وفي الجامعة الإسلامية في المدينة، وغيرها من الجامعات اللي بدأت في بناء أنظمة اعتماد إلكترونية تتجاوب مع متطلبات الجيل الرابع من الاعتماد، وبعد شوي إن شاء الله في التصور المستقبلي اللي عنا أيضا نعلق عليها جزئيا. اعذروني سأمر الآن على الشرائح بشكل أسرع لأن الوقت يداهمنا، ولا أيضا ما ودي إني على قولتهم تروحنا إلى الأكاديميين إذا أعطيتونا وجه، صرنا على قولتهم قمنا نعطي منها الفلسفة يعني نشغلكم بالطرح الأكاديمي اللي ربما تحسون معه بالملل، فأعتذر لذلك سلفا. طبعا الهدف من الاعتماد الأكاديمي مثل ما قلت هو بالنسبة للجامعات السعودية، يفترض ان احنا نقول ان هدفنا من الاعتماد الاكاديمي ان احنا نحظى بمستويات مقبوله من الجوده، ولما نقول مقبوله من الجوده احنا نعرف ان 10 سنوات في عمر الاعتماد اللي الان رايته قبل شوي لما نوريكم التاريخ حق الجوده في المملكه، ترى احنا نتحدث عن تقريبا 10 سنوات في المملكه من 2010 احنا الان 2020، ولذلك 10 سنوات في عمر الاعتماد تعتبر اعتماد يعني خلونا نسميها تعتبر قصيره جدا في عمليات الاعتماد، الاعتماد عفوا اسف في عمليات ضبط الجوده، لان الجوده جهد طويل وياخذ وقت ونتائجه ليست بالشيء السريع اللي ربما الواحد يستعجله في السنوات هذه. لكن نحن ما دامنا على نفس الطريق فهذا اهم شيء ان شاء الله. طبعا هذا الهدف الاساسي، الهدف الاعتماد الاكاديمي هو ان نحقق الجوده، ليس هدف الاعتماد ان نحصل اعتماد، ليس هدف الاعتماد ان نحصل شهاده، يفترض ان كل مؤسسه تعليميه يكون عندها هدف، انه ليس الهدف ان نحصل على شهاده، الهدف اني احصل على فعلا جوده مقبوله. جوده طبعا بحددها ان شاء الله مستقبلا في الاهداف الرئيسيه لها. طيب ليش الجامعات تبحث عن هذا الاعتماد؟ طبعا من غير انها اصلا متطلب حكومي متطلب رسمي ان الجامعات تحصل على هذه الاعتمادات، طبعا بدات الجامعات تفكر في قضايا زي مثلا ارتفاعات التكلفه والمخرج، عندنا مدخلات وعندنا مخرجات، عندنا الجامعات كانت جامعات حكوميه تماما مدعومه تماما من الحكومه، يجينا طالب يتخرج ما كنا نسال عن سوق العمل، ما كنا نسال عن عدد اللي داخلين عندنا، عدد الخارجين عندنا، كم عدد موظفيننا، كفاءتنا التشغيليه، ما كنا نسال عنها واجد لاننا كنا مؤسسه حكوميه مدعومه كامله من الحكومه، ولذلك ما كان عندنا التفكير في عمليه ضبط الجوده بالشكل الدقيق الواضح. بدات الان عمليه زياده البطاله طبعا تعطي مؤشرات للدوله وللجامعات بانه ما دام زادت عمليات البطاله معناه ان اللي قاعد تخرجه الجامعات ربما انه غير مناسب لسوق العمل. اتسعت الفجوه بين سوق العمل وبين المخرجات، تخرج عندنا الان تخصصات للاسف ما يوجد لها مثلا سوق عمل مناسب برغم الحاجه في سوق العمل، لذلك هنا تناقضات عجيبه، مثلا الان طب الاسنان يتخرجون عندنا مع ان سوق العمل لا يزال فيه فرص الا انه لا يزال عندنا الا انها زادت عندنا البطاله مثلا في مثل التخصص، ولذلك يفترض من سوق العمل والجامعات انها تعمل يد بيد على اساس انه بالفعل يتم تحسين الموضوع هذا بحيث ان نصير
يعني على قولتهم يصير أداء المؤسسات الأكاديمية مناسب لسوق العمل، وأيضا كذلك يكون في كفاءة لوجود هذه المؤسسات. العولمة أيضا كذلك، وبدأت الآن كثير من الدول تصير لها تجمعات إقليمية لجامعاتها ومؤسساتها، ولذلك هذه المؤسسات. طبعا أشكر الزملاء اللي يعلقون في التعليق في الشات، وأعدهم إني برجع لهم إذا كان في من أسئلة أو شيء، برجع لها بإذن الله تعالى إن شاء الله في آخر المحاضرة. بالنسبة أيضا كذلك العولمة، أولا بدأت الجامعات السعودية ليست وحدها، بدأت الجامعات الآن تنافس، وعما قريب ربما تفتح جامعات أجنبية في المملكة، ولذلك الجامعات والمؤسسات الأكاديمية السعودية صارت تجد أنها نوع في نوع من المنافسة، ولذلك أما طورت نفسك وضبطت عملية الجودة، ترى المستفيد اللي هو في الأخير الطالب ترى بيبحث عن فرص أفضل. أيضا كذلك مثل ما قلت التجمعات الدولية، بدأت الجامعات السعودية والجامعات حتى العالمية بدأت تتحد في اتحادات إقليمية على أساس أن يكون لها نوع من الاسم والوزن، والتصنيف أيضا العالمي بدأ يأثر علينا. مفهوم الجودة في التعليم العالي مثل ما قلت بدأت تخرج له منظمات، مثل ما قلت ما كان عندنا المركز الوطني، صار عندنا ما شاء الله الآن هيئة تقويم التعليم، صار عندنا المركز الوطني للاعتمادات الآن، صار عندنا التطور في هالمنظمات اللي تضبط عمليات الجودة في التعليم، صار أيضا برضه يضغط على الجامعات السعودية وكل الجامعات والمؤسسات التعليمية أنها أيضا تجود من مخرجاتها. المؤسسات التعليم العربي أيضا كذلك لا نزال إحنا جزء من مجتمعنا اللي حوالينا، سواء العربي ولا الإسلامي ولا الشرق الأوسطي ولا الجنوب ولا الشمال الأفريقي، كلنا يفترض إن إحنا أيضا كذلك ننظر إن إحنا جزء من هذا النسيج الموجود في هذا المجتمع، ولذلك يفترض إن إحنا أيضا نرى خطط التنمية على المستوى الإقليمي ونحاول إن نطور أنفسنا ونتقدم بشكل أسرع. المملكة العربية السعودية في تنافس، يعني الحقيقة إن المملكة العربية السعودية مع وجود الرؤية أصبحت في تنافس عالمي، ليست المملكة العربية السعودية لم تعد تبحث عن التنافس حتى الإقليمي فقط، إنما رأينا أن ننظر إلى يعني تنافس عالمي، وليس أدل على ذلك أن جامعة الملك سعود قبل أيام صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان يعني أعلن صراحة أن جامعة الملك سعود لازم تكون من 50 جامعة الأولى في العالم، أو أن هذا تصور مستقبلي أن الجامعة تكون في مثل هالمكان. هذا يضع الجامعة تحت عبء كبير أنها لابد تضبط عمليات الجودة فيها على أساس تصل إلى هذا المستهدف. طبعا مثل ما قلت اتفق اولويه سوق العمل واولويه المجتمع حتى ايضا كذلك يربط على الجامعات. جامعه الملك سعود لديها سمعه مثلا مؤسسيه معينه، او جامعه الملك عبد العزيز، جامعه مثلا الامام عبد الرحمن فيصل الامام لها سمعه مؤسسيه، بعض الجامعات القديمه عندنا حتى الجامعات الناشئه اللي انشات في مناطق معينه الهدف انها ترقى بها المجتمعات، لابد انه ايضا المجتمع نفسه يضغط عليها لتحقيق مؤشراتها، ولذلك لابد انها تحسن من عمليات الجوده فيها. التخصصات وخروج تخصصات جديده، لم يعد التاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية هو المتطلب الآن الجغرافيا بدأت الجي اي اس، التاريخ بدأت الآن، الحفريات والآثار مثلا، اللغويات صارت الآن لا تتطور إلى شيء اسمه اللغة عصبي وغيره. التغيرات في يجب ان احنا ننتقل من قضية التخصص البسيط إلى اما تخصصات البينية ولا إلى تخصصات اكثر تصاقم سوق العمل واكثر ايضا قدرة على مواجهة التحديات العالمية. طيب ما دام هالجامعات مضغوطه كل هالضغوطات وكل هالامور وتحدد يجب انها تطور من عمليات الجوده فيها، فكيف يمكن قياس الجامعات او كيف يمكن الجامعات انها تقيس الجوده؟ غير ما تشترط مثلا هيئه تقويم التعليم مثل ما قلت عمليات الاعتماد، يوجد اكثر من طريقه، يوجد التقييم الذاتي اسمه سيلف ايفالويشن، يوجد ايضا مراجعه النظره اللي هي بير ريفيوز، ان الجامعات تراجع بعضها البعض ولا المؤسسات تراجع بعضها البعض، ولا نحن نختار ايضا من الخبراء والمؤسسات العالمية اللي يراجعون مثل ما يصير عندنا في الاعتمادات الدولية. تحليل البيانات ويكون عندنا مؤشرات أداء واضحة لنا، وعندنا خطة استراتيجية مثلا في جامعة الملك سعود، ومتأكد أن معظم جامعات السعودية لديها خطة استراتيجية، لديها مؤشرات أداء معينة، لديها طريقة لضبط مؤشرات الأداء وتعديل خططها الاستراتيجية بناء على مؤشرات الأداء. والمؤشر الأداء القادم خلال ربما السنة القادمة واللي بعدها هي تحول الجامعات إلى جامعات خاصة، ولذلك الكفاءة التشغيلية ستحاسب الجامعات على كل ريال تستلمه أنه بالفعل هل تم صرفه بطريقة صحيحة ولا لا. الدراسات الحصرية لا نزال للأسف عندنا في السعودية نقص كبير في الدراسات، يفترض أن الجامعات تكون عندها الحرية أو عندها الشجاعة أنها تبرز بعض بياناتها على أساس أن المثقفين والمتخصصين يجون ويدرسون الجامعة ويعطون أيضا آراءهم فيها بشكل مستقل، لأن دائما الدراسة اللي تدخل من حتى تخرج من داخل المؤسسة تخرج متأثرة بتأثيرات معينة، واللي من خارج المؤسسة ربما مصداقية تكون يعني أكثر.
اختبارات الكفاءات للخريجين الان صرنا نشوف تنافس، لما نجي مثلا هيئه التخصصات الصحيه وتعلم مثلا خريجي جامعه السعوديه وانه الجامعه الفلانيه 100% من خريجينها تعينوا والجامعه الثانيه لا اقل وكذا، هذا صار ينافس بين الجامعات. شيء اسمه الاطار الوطني للمؤهلات اللي الان صار يصدر عندنا في السعوديه، صارت كل مؤهل في السعوديه عندنا مربوط بعدد ساعات معينه بمهارات معينه، لابد فيه معرفه ولابد فيه مهاره ولابد فيه ايضا قيم، ولابد ان هذه الاشياء تكون واضحه في كل في كل مثلا في البكالوريوس في الماجستير في كل تخصص من التخصصات، ثم ربط هذا الاطار الوطني للمؤهلات باطار ايضا وطني في عمليات التوظيف، بحيث ان نضمن ان هذا الطالب اللي تخرج من بكالوريوس كذا بهالمهارات وبهال انه مناسب للوظيفه الفلانيه اللي في سوق العمل اللي تتطلب هذه المهارات وهذه القيم وهذه المعرفه، بحيث ان نجد بالفعل انه الشاب عندنا في المملكة أنه يخرج من التعليم مؤهل سوق العمل مناسب للوظيفة اللي هو باختصار حصل عليها. يوجد أيضا مستويات الأداء والروبريكس، تسمى الروبريكس وهي طرق لقياس المنظمة الكفاءات، كيف أن المنظمة تقيس كفاءتها وجودتها. يوجد روبريكس عالمية ومؤسسات عالمية تنشر كثير من الروبريكس حقتها بحيث أنها تستطيع أنها تقيس مدى تطورها في الجودة. يوجد ما يسمى بالدراسة الذاتية للبرنامج وللمؤسسة، ومثل ما قلت لكم الاعتماد عادة الأكاديمي يتم يا أما على مستوى البرنامج اللي هو مثلا برنامج البكالوريوس، برنامج الماجستير، برنامج الدكتوراه، أو على مستوى المؤسسة اللي هي جامعة الملك سعود، جامعة الملك فيصل، جامعة الملك عبد العزيز. ولذلك الاعتماد البرامجي والمؤسسي تحتاج أيضا تحتاجها إلى المؤسسات لضمان جودتها. طبعا في 2018 مثل ما قلت لكم بدات الجامعه، بدات الهيئه تقويم التعليم وبدات الجامعات السعوديه ايضا مشاركه الهيئه في دراسه تطوير المعايير اللي قدمت في 2010، لان التطوير ايضا شيء ضروري ومهم. وطبعا ليش تم التطوير؟ مثل ما قلنا للاسباب التاليه: مواكبه التغيرات العالميه، لان التغيرات العالميه في مجال الجوده وضمان الاعتماد الاكاديمي تتغير، تحقيق رؤيه المملكه اللي المعايير الاولى بنيت في 2010، رؤيه المملكه اللي جتنا في 2016 مثل ما قلت غيرت كثير من مفاهيمنا في التخطيط والتطوير، ولذلك الآن احنا نحتاج إلى تطوير مفاهيم أكثر حرفية. التحول الوطني هو ضمن برامج الرؤية أيضا التحول الوطني، التكامل مع أنظمة التعليم، صار عندنا أنظمة كثيرة في التعليم من السعودي مثل الإطار السعودي للمؤهلات مثل ما قلت عنه، ولذلك هذا أيضا نحتاج إلى نطور معاييرنا بين فترة والثانية. أيضا الجودة بدأت يا جماعة الخير تتسهل، وهو ليس التسهل منها، العمليات القديمة عمليات ضبط الجودة اللي كانت في معظم الأحيان تكون إجراءات ورقية وإجراءات إدارية، ربما الآن أنها بدأت تصير إجراءات واضحة. مثل ما قلت الأتمتة لها دور، لكن أيضا كذلك تغير المفاهيم له دور أكثر. لما كنا قبل في 2010 يا جماعة الخير كنا نتكلم عن مثلا الاعتماد، مثلا المعايير، الممارسات، مؤشرات الأداء، الخطة الاستراتيجية، كنا يعني أشوف أن الناس تفتح عيونها تتوقع أن نتكلم عن أحلام وعن شيء غريب أو شيء. لما بدأ الآن الناس يمارسونها، معظم الآن الجهات تعرف مثل هذه الأشياء، وأنتم خبراء أعلم منه بهذا الوضع، أنها الآن لا تطور الجودة في المملكة العربية السعودية عندنا، وأنا أشير بكل مؤسساتنا اللي في المملكة اللي الحمد لله تعالى بدأت الآن، يعني ما عاد في الآن جهة في المملكة الآن ما تعرف إيش هي مؤشرات الأداء وكيف تقيس مؤشرات الأداء وكيف إني أقدر أحاسبك على مؤشرات الأداء، بدأت الآن تفهمها. قبل سنوات ما كنا نعرف، تخلص هالمعاملات نمشي لبيوتنا ندرس الطلاب يطلعون، ما كنا نعرف قديش إنه مثلا لا أنت مطالب مثلا بمؤشرات أداء معينة بحيث إنك من خلالها نستطيع فعلا إن نقيم أدائك. التوجهات الوطنية في العلاقة بالتعليم العالي أيضا كذلك مثل ما قلت تغيرت، التركيز على المخرجات، صار تركيزنا على المخرجات وش نوعية المخرجات اللي تخرج من عندنا، وايضا النضج الملموس ايضا في التعليم العالي، بدا عندنا النضج الحمد لله في تعليمنا العالي بدا يزيد. واخيرا مثل ما قلت الممارسات العالميه، كل ممارسات العالم في عمليات التطوير مثل ما رايتوها قبل شوي في السايكل، الجوده شيء متطور ومتحرك وليس شيء ثابت، لا يمكن ان هي تكون ثابته، ولذلك هذا التغيير يفترض ان يتم بشكل اولي. كيف تمت عمليه المراجعه؟ الواقع اني سعدت بالعمل مع هيئه تقويم التعليم على مراجعه المعايير الأولى القديمة، سوينا مقارنات مرجعية مع جهات عالمية، ثم استطلعنا رأي الخبراء اللي والمختصين، وسوينا ورش عمل كثيرة على أساس أنهم يطورون المعايير. المعايير الاعتماد المؤسسي، وأعتذر أن هذه شوي ربما تخصصية، ربما معظم الزملاء اللي معانا الليلة في اللقاء أتوقع أنهم ما هم يعني ما ودهم يفهمون الأمور عن الأشياء الأكاديمية، لكن فقط أعطيكم تصور عن البساطة شلون تمت مثلا التغييرات شلون تمت. كان عندنا معايير رئيسية 11 معيار صارت 8. كان عندنا معايير فرعية يعني بين تحت ال 11 معيار، المعيار مثلا الأول في رقم واحد مثلا اللي هو الإدارة والحوكمة،
مثلا التعليم والتعلم، البحث العلمي، خدمات الطلاب، الخدمات المجتمعية، هذه المعايير الرئيسية. وتحت كل واحد منها كان في معايير فرعية، فال 11 كان تحتهم 58، أصبحوا الآن 8 وتحتهم 31. كان عندنا ممارسات نحكم من خلالها على المعايير الفرعية والرئيسية، كانت 451. شوفوا شلون الطموح عندنا كبير بالحيل، الآن صارت 182. ما كان عندنا شيء نسميه مفهوم الكريتيكال ستاندرد، اللي هو اي نعم الزملاء اللي يعلقون اعدكم بالرجوع ان شاء الله الى تعليقاتكم، واشكركم جزيل الشكر. اي نعم انا ودي اشوف التعليقات لانها ربما يكون فيها شيء متعلق بالشيء اللي انا اتحدث عنه، لكن عموما هذه الممارسات زي ما قلت قلت. المحكات الاساسيه فكره جديده في الاعتمادات اللي هي قضيه الكريتيكال ستاندرد، اللي هي محكات لو لا قدر الله ما حصلت عليها المؤسسه تسقط في الاعتماد، ومعنى ان نظام الجوده فيها يبي له مراجعه رئيسيه. ولذلك ما كانت عندنا هذا المفهوم زمان، مثل ما قلت لكم قبل شوي ان عمليات الاعتماد تتغير وعمليات تطوير الجوده تتغير، فبدات عندنا حكايه كريتيكال ستاندردز فادخلناها في عام 2018. كانت مؤشرات الاداء عندنا 33 مؤشر اداء، وطبعا عمليات مؤشرات الاداء انتم اعرف مني فيها من اصعب ما يكون في عمليات مؤشرات الاداء، هي جمع هذه البيانات وان بالفعل تكون هي الاساس لاتخاذ القرار. ولذلك لانها كانت كثيره فكانت ربما تصعب على بعض الجهات، قللناها الى 23 على اساس ان هذه الاشياء انها تكون مانجبل وممكن المؤسسه انها تسويها. طبعا هذا على المستوى المؤسسي، هذا اذا كنا بنعتمد جامعه او مؤسسه فهذه الاعتماد المؤسسي. على مستوى البرامج كان عندنا اعتماد البكالوريوس في 2009، وهذه معاييرها امامكم تلاحظون انها خفت كثير. ال 11 معيار رئيسيه صارت 6، المعايير الفرعيه 45 صارت 5، الممارسات كانت 281 صارت 96، وايضا محكات الكريتيكال ستاندرد ما كان فيه فصارت 20، ومؤشرات الاداء كانت 33 قللناها الى 17. فهذا درجه البكالوريوس. برضو في 2009 ما كنا نعتمد الدرجات العليا اللي هي الماجستير والدكتوراه، السنه في 2018 2019 ادخلناها ك ايضا برضه من ضمن معايير الاعتماد البرامجي، وهذه معاييرها امامكم، فيه 7 معايير رئيسيه و5 فرعيه و109 ممارسه و26 محك اساسي ومؤشر الاداء 19. طبعا ليش الدراسات العليا شوي فيها الممارسات ربما اكثر شيء بسيط؟ لان في شغلتين في الدراسات العليا تختلف فيها عن كل مختلف انواع الدراسات، وهي قضيه البحث العلمي وايضا قضيه الممارسه الوظيفيه. فلذلك اعطيت نوع من الاهتمام بهذه الطريقه. يمكن تصنيف مؤشرات الاعتماد الاكاديمي في الان سي تريبل اي وفي المملكه العربيه السعوديه في واحده من الخمس نقاط الرئيسيه هذه، اما في السياق المؤسسي اللي نقصد فيه الجفرننس حق الجامعه نفسها ولا حق المؤسسه، جوده التدريس والتعلم كونها هي العمليه الرئيسيه في الجامعه نفسها، المسانده في تعلم الطلبه كونهم هم الانبوت والاوتبوت حق المؤسسه، البنيه التحتيه اللي هي المصادر والمباني والمختبرات والمعامل كونها ايضا جزء رئيسي من الموضوع، واخر شيء خدمه المجتمع كون انه مثل ما قلت هذه الاشياء الثلاث اشياء مهمه رئيسيه للجامعات السعوديه عندنا هي التعليم والتعلم، خدمه المجتمع اللي هو تحت، والبحث العلمي اللي جاي في اليسار. فهذه الثلاث تقريبا المناطق الرئيسيه، ولذلك قسمت معايير الاعتماد المؤسسي والبرامج عندنا في السعوديه الى تقريبا تغطيه المناطق هذه اللي ترونها امامكم. حاولت اني اقارن، قلت خلينا نشوف طيب هل احنا في المؤسسات التعليميه في السعوديه هل احنا بعيدين ولا قريبين من الممارسات اللي حوالينا على الاقل؟ وجدت مثلا ان المؤسسه المصريه والهيئه المصريه لضمان الجوده والاعتماد الاكاديمي عندهم نوعين من الاعتمادات، او عفوا نوع واحد من الاعتماد المؤسسي والبرامجي، هو واحد اقصد عفوا، لكن مقسوم الى قسمين، قسم للقدره المؤسسيه اللي هو اشياء متعلقه بالمؤسسه واشياء متعلقه بالبرنامج التعليمي نفسه. فيعني متعلق مثلا بجامعه الملك سعود كمؤسسه، ومتعلق بالبرنامج اللي هو مثلا بكالوريوس الطب والجراحه. فهذه على اساس تعرفون الفرق بينهم. طبعا يرون التخطيط الاستراتيجي والهيكل التنظيمي والقياده والحوكمه والمصداقيه والجهاز الاداري والموارد الماليه والمشاركه المجتمعيه والتقويم المؤسسي، هذه مهمه على مستوى المؤسسه. على مستوى البرنامج يرون انه الطلاب والخريجين، المعايير الاكاديميه، المقررات الدراسيه، التسهيلات الدائمة، أعضاء التدريس، البحث العلمي، الدراسات العليا والتقويم المستمر للتعليم، هذه على مستوى البرنامج. فهذا تقريبا شكل الاعتماد البرامجي أو ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية المصرية. ما هو بعيد كثير صراحة الأمانة عن نظامنا في السعودية، لأن احنا في السعودية شغالين البكالوريوس الوحدة، الماجستير الوحدة، والمؤسسة الوحدة. هنا لا، الزملاء في مصر رأوا أنهم يرون اعتماد واحد، لكنه يحاول أنه يعزل مسؤولية المؤسسة عن مسؤولية البرنامج، حاول أنه يقسم المسؤولية بين طرفين.
في الابت، وهي منظمه لاعتماد البرامج كليات الهندسه والحاسب الالي في امريكا، اخذتها كمثال. لديهم 11 تقريبا او 10 مناطق رئيسيه يقيمون من خلالها جوده البرامج، مثل ما ترون المؤسسه نفسها، خدمات تعليميه، مدى استقرار المؤسسه نفسها، الاستبراتي نسميها الاستبراتي حقت المؤسسه، القبول والتسجيل، هيئه التدريس، المنهج واعمال الطلاب، توظيف الخريجين، والخدمات الداعمه والسيرفيسز، واخر شيء اللي هي السياسات الاكاديميه، الاكاديميك بوليسيز، انها تكون واضحه ومعلنه. هذا تقريبا تصور عن وضع الاعتماد في المملكه العربيه السعوديه. هل العمليه متوقفه الان؟ لا، العمليه الحمد لله مستمره وفي تطويرات وتحديثات، نسال الله سبحانه وتعالى انها تحقق يعني المطلوب فيها. طيب بدي لي 4 دقائق بحاول اني اجمل فيها قضيه الزملاء الكرام في دورهم التصوري عن المستقبل. واكرر اعتذاري ان كان طرحي سريع شوي للامانه على اساس مساله الوقت، لكن حاولت اغطي اكبر قدر ممكن. لدينا اول شيء 4 نقاط رئيسيه لتصور الشخصي، وانا اكرر هذا تصوري الشخصي انا لما هو طبعا مستقبل الجوده في التعليم العالي او مستقبل الجوده الاكاديميه في المملكه العربيه السعوديه. جائحه كورونا ما تركت احد في حاله، ولا تركت مؤسسه ولا منظمه في حال سبيلها، ومنها الجامعات السعوديه. ولذلك تاثير جائحه كورونا يعني ما اخفيكم، لا من ناحيه تسعير الخدمات، مثلا خدمات الاعتماد، لا من ناحيه بناء انظمه الجوده، لا من ناحيه مثلا تاهيل المقيمين او المراجعين المعتمدين، اثرت كثير على جائحه كورونا. اعطتنا تصور ربما ان الرساله الاولى اللي اعطتناها جائحه كورونا ان التقنيه هي ربما السبيل في المستقبل القريب والقادم ان شاء الله. لذلك التقنيه اللي انا تركتها في الاخير والاعتماد عن بعد هذه ستكون ربما والله اعلم، وهي تتوافق مع مفهوم الجوده اللي قلت عليه اللي 4.0، وهي عمليه اتمته عمليات الجوده وعمليات الاعتماد. هذه اتوقع ان الجامعات السعوديه يجب انها تبحر فيها اكثر، ويجب انها تكون هي المستقبل. وعندنا الان الحمد لله خلال هذه السنه مثلا في جامعه الملك سعود 10 برامج تم اعتمادها اونلاين، بل من المضحك المبكي ان بعض الاجتماعات اضطرينا نعملها الساعه 7 المساء والساعه 10 المساء، لان المراجعين مثلا كانوا من امريكا الساعه 8 الصبح عندهم، تكون الساعه 7 او 8 في الليل عندنا هنا، فاضطرينا انها تكون اللقاءات في ذاك الوقت. لكن التقنيه خدمتنا كثير في هالوقت، وفرت علينا قضايا الـ يعني التنقلات والتذاكر، وكيف نجيب هالمراجعين المعتمدين، وكيف، فاثرت بشكل كبير. ولذلك التقنيه والاعتماد عن بعد بسبب تاثيرات جائحه كورونا ربما انها اعطت الجامعات الان القناعه، وربما حتى مؤسسات التقييم العالميه، ان هذا هو المستقبل المنظور ان شاء الله. المنافسه مثل ما قلت، المملكه العربيه السعوديه مقبله على مرحله جيدة جدا من قضية المنافسة على المستوى العالمي، على المستوى الإقليمي، ومثل ما قلت الجامعات السعودية ربما تفتح الجامعات الأجنبية، وربما تعليمنا العام بشكل عام مثل ما ترون الآن بين كل فترة والثانية تفتح مدارس أجنبية. ولذلك يعني التنافسية في مخرجاتنا الآن، واحد من برامج الرؤية يرى أن السعودي يجب أن يتوظف في أي مكان في العالم، يجب أن يكون مؤهل أن يتوظف في أي مكان في العالم. هل جامعاتنا تقدر تضبط جودتها بحيث أنها تضمن أن هؤلاء الخريجين يكونوا مناسبين للتوظيف في الجامعات الأخرى وفي الجامعات العالمية وفي السوق العالمي وفي كل مكان في الدنيا؟ هذا أيضا من المنافسة يجب أنها تكون ديدنا في الفترة القادمة. التخصيص، وهذا شيء أيضا يعني ميجر، شيء مهم جدا وصلت الآن الجامعات السعودية فيه، وهو قضية أن الآن الدعم الحكومي القديم انتهى، الآن الجامعات السعودية مقبلة على مرحلة من التخصيص بحيث أنها تكون يعني جهات لديها القدرة على أنها أيضا تدعم نفسها بنفسها، سواء عن طريق الأوقاف، عن طريق بيع الأبحاث حقتها، عن طريق مثلا بيع منتجاتها اللي تخرج من الأبحاث هذا اللي أقصده، عن طريق مثلا إنتاج منتجات معرفية قادرة على المنافسة في السوق. كل هذه الأشياء ستغير دور الجامعة التقليدي اللي هي مثل المدرسة، إنها بتجونا شباب ندرسهم وبنات والله يسهل عليهم يروحون سوق العمل. هذا التحول في الدور تحول بناء على مثل ما قلت التخصيص. ولذلك هذا من التوجه المستقبلي، انه دور الجامعات السعوديه يجب انها تكون مهيئه وجاهزه انه في تحول في دورها، ولذلك ضبط الجوده فيها يجب انه يتغير. لم يعد تعود الجوده فيها شيء خيار ولا شيء يعني تقليدي، لا، هو من صميم عمل الجامعه في الفتره القادمه انها كفاءتها الماليه بتحاسب عليها، مدى قدرتها على قيامها بأعمالها وإنتاجها مثل ما قلت مصاريفها، هذا أيضا كذلك راح تحاسب عليه. ولذلك هذا شيء مهم جدا أنها تكون به في الفترة القادمة. هذا تقريبا تصوري الشخصي عن المستقبل، لكني متفائل جدا
جدا في مستقبل الجوده في سواء في التعليم عندنا او اللي اقصد الجوده الاكاديميه في المملكه، وايضا كذلك على مستوى الوطن في اكثر من اتجاه، في الصحه، في التعليم، في السياحه، في كل هذه الاشياء يجب انها تضبط الان بجوده عاليه، وانا متفائل جدا من هذا المستقبل لها. اختم بشكر جزيل، التزمت بوقتي باكبر قدر ممكن، فاعذركم اعتذركم للطرح السريع، لكن حاولت ان التزم بال 45 دقيقه اللي عزمت بها نفسي. احببت اشارككم، لدي كتاب صغير هو كتيب ربما عن معجم مصطلحات الجوده الاكاديميه، حاولت ان احصر فيه بعض مصطلحات الجوده الاكاديميه ونشرتها عن طريق جامعه الملك سعود. للاسف يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيني الوقت والجهد بحيث ان انتج ان شاء الله سيكون منتج الكتروني متوفر على النت بشكل او ربما اب تطبيق، بحيث ان الزملاء والزميلات يستطيعون الاستفاده منه في كل مكان في اي مكان، ويكون ان شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل من العلم النافع اللي يفيد الاخرين، ونسال الله ان يعطينا واياكم الوقت لانجاز اكثر من ذلك. اشكركم جزيل الشكر، هذا التويتر حقي، ولست والله من النشطين جدا على السوشيال ميديا، لكني احاول بين فتره وثانيه ان اعلن بعض الامور وبعض المحاضرات وبعض الاشياء اللي ربما انها تفيد في عمليه الجوده. اشكركم جزيل الشكر، والان اترك المجال المهندس خالد والمهندس بندر أن رأوا أي طريقة لإدارة بقية الفترة من الحوار. شكرا جزيلا. شكرا لك، شكرا جزيلا لك دكتور مبارك، حقيقة ما شاء الله تبارك الله، بحرت بنا في سر تاريخي واضح جدا للجودة، وما شاء الله عليك كانت أتوقع أنها ما شاء الله خبرة سنوات وجهد كبير حقيقي في جامعه الملك سعود، هذه الجامعه الشامخه المعروفه على مستوى، ليس على المستوى الوطني فقط، على المستوى الاقليمي والعربي، ما شاء الله تبارك الله، ما قصرت حقيقه، اعطيتنا الملخص المفيد. هناك بعض الاسئله اذنت لي دكتور مبارك، نبداها بسؤال الاخ عبد الله صبح، ما شاء الله هو من الناس النشيطين حقيقه معنا، يقول طبعا في سؤال ما ودي ناس الكياء لانه مو بصحيح، فيها نوع من عبد الله صبح برضو سؤال، خلي بسالك سؤاله الاول، يقول هل هناك ما معنى أتمتت عمليات الجودة؟ ذكر دكتور أتمتت عمليات الجودة في أو في أول سلايدات، فهو بيسأل ما معنى أتمتت عمليات الجودة؟ يعني تحويل هذا الشكل الإلكتروني، يعني نريد النهاية الشيء الورقي تماما. أي عمليات الجودة للأسف كانت تطبع طابع الورقي، بأن هناك مثلا عمليات الجودة وهناك نماذج تعبى وقياسات، يجب ان كل شيء يكون الكتروني، بل حتى من متخذ القرار يجب حتى مؤشرات الاداء ان تكون الكترونيه، يجب الرئيس الجامعه ولا المسؤول ولا انا كعميد اني ادخل يوميا اعرف بالضبط الى اي حد جامعه الملك سعود متطوره مثلا او متقدمه في المؤشر هذا متاخره فيه، على اساس ان احنا نسميه انفورم ديسيجن، يعني انا لما اتخذ قرار انا ما اتخذ قرار من راسي، لا انا اتخذه بناء على مؤشر امامي يوضح لي بالضبط، والله اليوم مستوى رضا الطلاب عن مثلا عن محاضراتنا في المملكه مثلا او في جامعه الملك سعود اقل من النصف، على طول مباشره اتواصل مع مدير او وكيل الجامعه للشؤون التعليميه والاكاديميه واقول له تفضل مؤشر الاداء هذا في مشكله، لابد انك تنتبه وش المشكله اللي فيه. هذا اللي اقصد فيه، انها تكون في عمليه سريعه ومؤتمته اليا، بحيث انها فعلا تكون عمليات الجوده في وقتها واتخاذ القرار والتحسين المستمر اللي احنا نسميه كونتينوس امبروفمنت، انه يكون سريع ومباشر على طول. جزاك الله خير. برضو الاخت سحر تقول الان القطاع الخاص يطلب الخبره والمهاره ولسد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، هل من الممكن توظيف الطلاب الذين على باب التخرج في فترة الصيف بالتعاون مع صندوق قدم مثلا في جامعتكم جامعة الملك سعود مثلا لكسب الخبرة والمهارة؟ جامعة الملك سعود موجود، يعني احنا نأمل ونطمح ننتظر التخصيص بأسرع وقت ممكن. الجامعات السعودية كانت كلها جامعات حكومية ملزمة بنظام واحد اسمه نظام التعليم العالي، إذا تخصصت الجامعات ستكون الجامعات لديها الحرية في بناء أنظمتها، ومن ضمنها للأمانة نفس النقطة هذه، من ضمنها أن احنا ننظر إلى أنها تكون علاقتنا مع سوق العمل علاقة تكاملية، نحن نرى أن آخر الترم يدرس الطالب يفترض أن يدرسه هو على رأس العمل، يعني الطالب مثلا اللي في الصيدلة يجب أن يدرسه مثلا في كليات الصيدلة أو في الصيدليات، الطالب اللي في طب الأسنان يجب أن يكون في عيادات الأسنان، الطالب اللي في اللغويات والتطبيقية مثلا يفترض أن يدرسها مثلا في مركز الترجمة مثلا أو في مكان يستخدم فيه لغته، المهم أن احنا نقصد أن التدريب على رأس العمل اللي نسميه الكو أب يفترض أن يكون جزء لا يتجزأ من العملية التدريسية، ما يتخرج الطالب لحد ما ينجزه. أما الوضع الحالي الآن للساعات اللي نسميها ساعات التدريبية ولا
فللأسف لا، نحن لسنا راضين عنه، لكن للأسف النظام لم يعطينا المساحة الكافية للتحرك خلال الفترة الماضية. نحن ننظر التخصيص إن شاء الله فرصة لنا أن نبني أنظمتنا بشكل، يعني بالفعل نستطيع أن ندمج فيه مثل هالأفكار اللي هي من ضبط الجودة، هي من قمة ضبط الجودة، أن يكون فعلا ارتباط وثيق بين سوق العمل وبين الجهة. بإذن الله. في سؤال ثاني من الدكتور أيمن، يقول المواصفة 21/1/2018، مضبوط. هل في نية لجامعة الملك سعود تطبيق هذه المواصفة؟ ليش لا؟ ليش لا؟ أو وأيضا تبنيها؟ أنا ما أخفيك، احنا عندنا الأيزو 2015 اللي هو نظام الجودة الإدارية 9001، عندنا تقريبا 63 جهة في الجامعة حاصلة عليه، لكن برضه هذا ليس طموحنا. احنا طموحنا بالفعل أن يكون عندنا الأيزوز المتخصصة، عندنا مثلا معامل المختبرات نحتاج الأيزو الخاص بها هي، لأنه يعطينا ضبط لها، يعطينا الإديوكيشن ليدرشيب اللي الآن يتكلم عنها الأخ، والإديوكيشن أورجنايزيشنز حقت ال 21001. كل هذه بالعكس نحن يعني، بل احنا الان ما اخفيك يعني الاخ اللي سال السؤال هذا دكتور ايمن، انا ودي يعرف ان احنا في جامعه الملك سعود نطمح في يوم من الايام ان احنا نكون احنا جهه مانحه. طبعا الايزو العالمي ما يعطي الا فقط ساسو اللي هم الجهه الوحيده المانحه في المملكه، لكن ربما ان احنا اذا طاعتنا ان شاء الله الظروف وتفاهمنا مع الاخوان في ساسو ان احنا نكون في يوم من الايام جهه مانحه ونكون بالفعل قادرين على منح كل انواع الايزو، وعندنا الخبره والمهاره وعندنا الناس المؤهلين ان شاء الله لذلك. نسال الله ان يتيسر باذن الله. شكرا دكتور مبارك. طبعا في نقطه مهمه الان، ساسو من فتره حقيقه بدات الان ما تمنح شهادات، لان الان لانها هي تؤهل، فحيكون في تضارب مصالح بين المنح والتاهيل. لكن فيه عندنا اداره يسمونها اداره التقويم المطابقه، لها علاقه بعمليه يعني منح التراخيص لجميع المؤسسات او جميع المعاهد او جميع الجامعات لمنح الشهادات. فعندنا اداره الان خاصه في قبول تقويم المطابقه. بالعكس، جامعه الملك سعود من الجامعات القويه جدا، وبامكانها ان شاء الله التقديم عليه. في سؤال ثاني برضو من سؤال ثاني من الاخت فايزه عبد الله المسعري، تقول كيف نحصل على كتاب معجم مصطلحات الجوده؟ يلا هذا السؤال لك دكتور. والله هو الان ورقي طبعا منشور عن طريق دار نشر الجامعه، وموجود في مكتبه الملك سلمان للاستعاره وللقراءه مجانا. وربما ان دار النشر نفسها، لان ليست حقوق النشر لدي صاينه كتابي، لكن انا اسلم دار نشر الجامعه لديها حقوق نشر معينه هي تتبعها. فاذا متى ما توفر ان شاء الله بشكل الكتروني، انا هذا اللي اطمح ان شاء الله في المستقبل استطيع عمله ان شاء الله باذن الله تعالى، راح اعطيه مجانا باذن الله، راح اعلنه في وقتها ان شاء الله. في برضه الزميله اللي تتكلم عن البند 4.2 من المواصفات، نفس الشيء الاجابه السابقه اظن انها تعلق عليها نفس الاجابه. نحن مثل ما قال ايضا المهندس خالد، نحن مستعدون لهذا، وقاعه ابن الهيثم شهدت قاعه اجتماعات كثيره بين جامعه الملك سعود وبين الهيئه، وفي يوم من الايام ان تحسنت الظروف ان شاء الله تعالى ستكون بالعكس، سيكون شرف لنا نحن في جامعه الملك سعود نكون جهه مانحه، مقابل ايضا مثل ما قال ايضا المهندس خالد عن قضيه الساسو ان شاء الله. من الجامعات اللي نفتخر بها حقيقه. في سؤال برضو من الاخ خالد المسلم، يقول هل هناك معوقات لاعتماد برامج الدكتوراه عن بعد؟ ما بعيد ما عن مجال، لكن اذا عندك جميل. لا بالعكس، السؤال في محله تماما. بالعكس، لا يوجد اي معوق الان حاليا لاعتماد الدراسات العليا اللي هو الماجستير والدكتوراه، بدا مثل ما قلت في 2018 2019 اول البرامج اللي تعتمد الان. احنا لدينا مثلا جامعه الملك سعود اول مجموعه برامج ماجستير اعتمدت قبل فتره، والخطوه القادمه ان شاء الله على الدكتوراه، ولا يوجد اي مشكله. يختلف البرنامج بحسب مساره، اذا هو مسار بحثي واذا هو مسار دراسي، هذا ربما تكون فيه تاثير بسيط على الاعتماد، لكن نحن قادرين ان شاء الله مع الهيئه ان احنا نضبطها باذن الواحد الاحد. ما شاء الله. وفي سؤال، خلينا سؤال قبل الاخير دكتور، بالنسبه للاخت مريم تقول الا ترى انه لو انشئ نظام الكتروني في وزاره التعليم يصب فيه جميع الجامعات بياناتها وفق المعايير المحدده ومؤشرات ادائها، ويراقب ادائها من خلال هذا النظام، ويتابع افضل والاستغناء عن عمليه الاعتماد. رائع، سؤال رائع جدا وفي مكانه جدا اختي الكريمه، لكن اللي بقوله لك ان هذا يتناقض مع قضيه التخصيص اللي احنا مقبلين عليها، ان كل جامعه لها خصوصيتها. لكن اللي بقول لك عليه، احنا اقترحنا الان على الوزاره عمليه بسيطه جدا، وهي انه يكون في مؤشرات اداء مشتركه بين كل الجامعات، تستطيع الوزاره من خلالها انها تراقب الجامعات، لكن ايضا يكون لكل الجامعات نوع من الخصوصيه بحيث تبحث في المجال اللي ترى نفسها فيه اكثر قوه. يعني
يجب أن ينتهي من تعليمنا العالي في المملكة العربية السعودية قضية الجامعة الناشئة، عفوا الجامعة الشاملة، آسف، الجامعة الشاملة هي الجامعة اللي فيها الطب وهندسة وعلوم إنسانية ودينية وشرعية، يجب أنها تنتهي. يجب أن احنا نتجه إلى جامعات أكثر تخصصية، جامعات تقنية، جامعات بحثية، جامعات تعليمية، جامعات زراعية، جامعات، يفترض عندنا جامعات تبحث في مواطن قوة لها تقدر تنجح فيها أكثر. ولا مانع ان يكون بيني وبين مثلا، اعطيك مثال بسيط جدا، لا يكون مثلا مؤشر مثلا قضيه مثلا مثلا معدل الطالب الى معدل الدكتور، كم طالب في محاضره الدكتور مثلا؟ تضبط هذا على مستوى الجامعات السعوديه مثلا، اذا رأينا والله في تفاوت بين الجامعات يفترض ان نضبطها، هذا مؤشر اداء نستطيع ان احنا نعمم على الجميع. لانه يفترض ان الجميع عندهم كفاءه انفاق، نحن ما في ساعه للدكتور تجي الا مقابلها استفاده واضحه من الطلاب، من عدد معين من الطلاب. هذا مؤشر عام يستطيع ضبطه على كل الجامعات. لكن في نفس الوقت لا، انا ما اطالب بحثيا جامعه مثلا بيشه مثلا او جامعه مثلا جازان بما تقدم مثلا جامعه الملك سعود ولا جامعه الملك عبد العزيز، جامعه لديها 50 سنه بحثيه من الخبره، ما هي مثل جامعه ما عندها الا 5 سنوات، ما هو منطقي اني اقارن بين الثنتين. لكن اعطي مؤشرات اداء تستطيع من خلال الوزاره انها تراقب عمل الجامعات بشكل عام، كل الجامعات، لكن في نفس الوقت مثل ما قلت تعطي الخصوصيات الجامعات انها تبحث في مواطن القوه اللي تراها مناسبه لها. وتحاسبها الوزاره عليها، انا ما ارى انه، ترى ما ارى انه بالعكس المحاسبه ايجابيه، المحاسبه في الجوده شيء جميل. واضح جدا، واضح. طيب السؤال الاخير دكتور، وين السؤال الاخير؟ وين راح ذا؟ اوكي، هل يوجد شهادات للتميز عندكم في جامعة الملك سعود في التعليم مثلا؟ والله الى الان طبعا يبدو انه ما في الا ماجستير واحد في جامعه حائل بحسب فهمي اللي في قضيه الجوده والاعتماد التميز المؤسسي يبدو لي. لكن جامعه الملك سعود لديها الان خطه طموحه ان شاء الله تعالى ان في مجموعه دبلومات ستطرح خلال الفتره القادمه باذن الله تعالى، ايضا بفضل قرار تخصيصنا، لاجل انها تنطلق الجامعه في طرح دبلومات ستكون متوافقه جدا مع سوق العمل. يعني باختصار لن يطرح دبلوم الا عليه اقبال محدد معين من الناس، وهذه انا متوقع لها ان شاء الله في المستقبل القريب باذن الله. لكن يوجد لدينا ايضا، ما اخفيك، يوجد لدينا طبعا ليس والله مدح للذات، لكن يوجد لدينا عدد كبير جدا من الخبراء، من الخبرات المتراكميه في عمليات الجوده والاعتماد الاكاديمي على كل المستويات، حتى الصحيه والعلميه والصناعيه، يعني على مستوى البلد افخر بها الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير دكتور مبارك بن هادي القحطاني، حقيقة سفير الجودة المستشار، أتحفتنا اليوم في هذه الأمسية الرائعة حقيقة عن السر التاريخي عن الجودة، وأيضا أعطيتنا استشراف لمستقبل الجودة. شكرا لك، ركزت طبعا على الجودة في التعليم، وهذا اللي يهمنا حقيقة، ويهم أيضا عدد كبير ما شاء الله من السفراء الحاضرين معنا، قرابة 240 اللي كانوا حاضرين فعليا. بالنسبة لزملائنا السفراء الجودة، ودنا حقيقة التحضير، أنا أرسلت أكثر مرة، ودنا بالتحضير في هذا اللقاء الممتع ان شاء الله. الماده العلميه كما اتفقنا سابقا سوف ترسل المواد العلميه لكامل اللقاءات ان شاء الله لاحقا، ان شاء الله بعد اخذ الموافقه ان شاء الله من سفير الجوده المستشار الدكتور مبارك، وايضا سفراء الجوده المستشارين اللي قدموا معنا اللقاءات الماضيه. في نهايه اللقاء ودي اذا عندك اي فقط مداخله دكتور في اقل من 30 ثانيه نختم بها اللقاء. ابدا، انا اشكركم جزيل الشكر، الماده العلميه ابدا حلال ان شاء الله تعالى، برسلها لكم بالايميل، ويسعدني مشاركتها مع الجميع. اشكر جزيل الشكر الاخوان والزملاء والزميلات اللي حضروا اليوم، انا عارف ان اخر يوم في الدوام مثل ما قلت، واتمنى ان شاء الله تعالى انكم استفادوا شيء من مما يعني او وصلنا الى قريب من توقعاتهم ان شاء الله في حضورهم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك جهود الجميع، وان شاء الله تعالى سنلتقي مرات ومرات ان شاء الله تعالى في جهود قادمه باذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور، شكرا لكم سادة سفراء الجودة إن شاء الله. وعشان تكون في الصورة دكتور، هذا الآن التقييم قدامي الآن ما شاء الله تبارك الله، عدد أكثر من 75% المعطين المحاضرة 10 من 10 حقيقة، ما في أي أحد أعطى أقل واحد تقريبا أعطى 5، واحد فقط، وال230 الغالبية العظمى أكثر من 70% أو 73% أعطوا 10 من 10. هذا يدل على أن الطرح كان جدا جميل، المادة العلمية كانت جدا سلسة سهلة بسيطة، في دقائق معدودة ما شاء الله استطعت تلخيص تجارب لسنوات طويلة. شكرا لك دكتور مبارك، لقانا إن شاء الله قريب إن شاء الله. شكرا لكم سفراء الجودة، ولقانا إن شاء الله بعد إجازة الحج، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رابط التحضير أنا أرسلت أكثر مرة يا شباب. كل عام وأنتم بخير مقدما. شكرا لكم مبارك، شكرا لك. في أمان الله. كل عام وانتم طيبين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.
رابط تحضير موجود اللي بيحضر، الغالبيه حضروا ما شاء الله، العدد اللي عندي واصل 200 و 230 او 225 اللي حضروا الى الان. كل عام وانتم طيبين ان شاء الله، ونراكم ان شاء الله على خير. شكرا لكم جميعا. شكرا بدر، حقيقه مركز التدريب لا ننسى نشكرهم حقيقه، من الناس اللي كانوا داعمين لنا جدا، الاداره العامه للتدريب على راسهم سعاده النائب، وايضا الاخ مبارك والمهندس بندر، جزاكم الله خير. شكرا بندر، ونراكم على خير. كل عام وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله. العفو مهندس خالد وعبد، هذا واجبنا، ونلتقي إن شاء الله بإذن الله ونطيب بعد العيد بإذن الله، وكل عام ونطيب. كل عام وانت طيب، وشكرا لك بندر، ألف ألف شكر من الناس الداعمين بقوة حقيقية لهذا البرنامج. العفو طال الرابط عمرك، واجبنا، أرسل، وإحنا نتشرف إن نكون معكم في هذا البرنامج الضخم. شكرا لك بندر، شكرا لك. الرابط أرسل أكثر مرة يا شباب، ما شاء الله العدد اللي مسجلين عدد كبير جدا، اللي فاتوا التسجيل لا زال أمامنا نصف ساعة بعد أن ننهي هذا اللقاء. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.